السلام عليكم. ننتقل في ملف الأسبوع الأول إلى ورقة المخططات. لو كان عندي بيانات زي هيك وأردت نعمل له chart، فأول شيء منحدد البيانات، نعمل insert، ومن قائمة chart منحدد chart المراد رسمه، ومجرد كليك عليه بنرسم لنا إيش الشارت. لكن هذا الشارت عبارة عن صورة ممكن نحذفها. لو أنا ما حددت البيانات وعملنا إنسير للشارت، رح لاحظ إن الشارت عبارة عن إيش؟ عن فارق. حتى أدرج البيانات في الشارت نعمل كليك يمين، سلكت داتا، منحدد البيانات اللي عندي ومنعمل إيش؟ أوكي، بصير عندي إيش اللي هو الشارت. اليوم رح نتعلم إني كيف أعمل خيارات على الشارت. أول شيء ممكن أغير عنوان الشارت، نكتب علامات الطلاب، هاي أول شيء. ثاني شيء في اللي بنسمع فيه اللي هي وسيلة الإيضاح. حتى أدرج وسيلة الإيضاح منحدد الشارت، Add Chart Element، في اللي هي ليجند اللي هي وسيلة الإيضاح. أول شيء اللي هي مختارها هي نان، ممكن أحطها بالرايت، ممكن أحطها بالتوب، ممكن أحطها بالليفت، ممكن أحطها بالبوتن. نختار المكان اللي إحنا شايفينه مناسب. هي وسيلة الإيضاح ظهرت على يسار المخطط. ثاني شيء ممكن أحدد إنه أعمل عنوان لشريط السينات اللي تحت اللي هو الأسماء. فبنكبس على primary horizontal تظهر لي اللي هو access title، ممكن أحط داخله أسماء الطلاب. نفس الشيء بالنسبة لل y axis اللي هي العلامات the primary، أحط مثلا درجات الطلاب. ممكن كمان أعمل تنسيق للأعمدة اللي داخل الشارت، فمنحدد الأعمدة، نعمل كليك يمين، فورمات، نختار اللون إلى الأحمر. ممكن كمان نعمل للعمود الآخر، وممكن أعمل فورمات للشارت كاملة، أعمل له فل بلون معين، نحدد الشارت، نختار له لون معين. كمان ممكن أظهر القيم على الأعمدة من عند داتا ليبل. ممكن أعملهم بالسنتر في داخل العمود، ممكن اعمل له inside in، inside base، outside in، data. فانا بختار المناسب للبيانات اللي عندي. كمان ممكن ارفق الجدول هذا نفسه اللي هو data تحت المخطط، هيو اندرج. ممكن with ligand key او بدون ligand اللي هي وسيلة الإيضاح. هاي هي خيارات المخطط. ننتقل للورقة، نطلع من المخطط. الورقة اللي بعدها اللي هي رأس وتذييل الصفحة. ندخل على بيج لي اوت ونشوف خيارات رأس وتذييل الصفحة اللي هي البيج سيت اب. أول شيء إنه ممكن أعمل باك جراوند لملف الإكسل اللي عندي بصورة معينة، فبنختار باك جراوند، بنحدد مثلا من الكمبيوتر الصورة هاي، فبتصير عبارة عن باك جراوند للإكسل. ممكن كمان أعملها ديليت باك جراوند. ثاني شيء أنا في حالة طباعة، لو أنا مثلاً رحت على فايل
برنت، هاي الصفحة الأولى عندي رقم الموظف، اسم الموظف، جنسية، حالة اجتماعية، صافي الراتب في الصفحة الأولى. لو ننتقل للصفحة الثانية ما راح نلاحظ اللي هو رؤوس الأعمدة اللي هن الرقم، الاسم، الجنسية. كيف بدي أثبت إنه الصف الأول يتكرر في كل ورقة طباعة؟ فبنختار على برينت تايتل. من عند برينت تايتل في إيش اسمه رو تو ريبيت اون توب، إيش الصف اللي يتكرر فيه الطباعة؟ نعمل كليك هون، بحكي لك حدد الصف، بنحدد الصف الأول، بنشيل التحديد وبنعمل أوكي. لو نرجع لعملية الطباعة رح نلاحظ ان الصفحة الاولى طلع اللي هو رقم موظف، اسم موظف، جنسية، حالة اجتماعية، صافي راتب. لو ننتقل للصفحة الثانية رح نلاحظ ان رقم موظف، اسم موظف، جنسية، حالة اجتماعية، صافي راتب رح يطلع في عملية الطباعة. اللي بعدها اللي هي عملية رأس وتذييل الصفحة. فممكن في رأس وتذييل الصفحة الهيدر او الفوتر ندخل على كاستم هيدر. كاستم هيدر اللي هي رأس الصفحة مقسم إلى ثلاث أقسام: ليفت سكشن، سنتر سكشن، ورايت سكشن. فممكن أعمل في السنتر سكشن الموظفين عنوان، ممكن أرفق تاريخ اليوم insert date، ممكن أرفق الوقت وبنعمل أوكي. هذا الاشي عملناه وين؟ في رأس الصفحة، وهي عبارة عن بريفيو. موظفين بالوسط، أدرجنا الوقت باليمين وأدرجنا التاريخ في اليسار. ممكن نختار في كاستم فوتر نفس الشيء، مقسم إلى ليفت سكشن وسنتر سكشن ورايت سكشن. مثلا هاتف رقم إلى آخر، وبنعمل أوكي. أوكي. هلا بنروح على الطباعة، إن بيظهر الرأس وتذييل الصفحة فقط بالطباعة. نعمل برينت، راح نلاحظ إنه ظهر كلمة الموظفين في وسط الصفحة، التاريخ على اليسار، الوقت على اليمين، وهاتف رقم من تحت في أسفل الصفحة. هلا إحنا تعلمنا من برينت تايتل إن كيف أكرر صف في إيش في عملية الطباعة. لكن في عملية الفيو، عملية المشاهدة، لو أنزل بالماوس لتحت شوي راح نلاحظ أن الصف الأول اختفى. فأنا كيف بدي أثبت الصف الأول؟ أثبت الصف الأول فقط بالإيش؟ بالفيو وليس بالطباعة. من قائمة فيو في خيار اسمه فريز بان، فأنا بختار فريز تو برو، جمد الصف الأول. هل لو أنزل بالماوس لتحت راح نلاحظ أن الصف الأول ثابت، ما ايش ما بيختفي. بدي اشيل التثبيت من فريز بان ان فريز بان. اذا حتى اكرر الصف الاول في المشاهده من قائمه فيو فريز بان وفريز توب برو. لو انزل لتحت راح يكون انه الصف الاول مثبت على جميع الاكسل ان فريز بان. وممكن أثبت العمود الأول من freeze band freeze first column. هلا وروح بالماوس على اليمين راح نلاحظ إنه العمود الأول ثابت على كل الأكسل، وهاي حكينا فقط في عملية إيش؟ المشاهدة. لكن إذا حبينا أكرر الصف الأول حكينا من page layout print title.